هلا، وش اخباركم؟ معاكم ياسميان جولف من قطر. الحين جايين هنا اكيد وين اليوم الوطني، بنغطي المسيره. ما شاء الله عالم. طبعا هالسنه المسيره غير عن كل مره، في العاده يكون المسيره صباح من الساعه 8، هالمره خلوها العصر 3 عشان يكون الكل متواجد في الحد. نتعرف عليك. ما اقدر خلاص بقلك. نتعرف على الاسم ومن وين؟ دانا من قطر. دانا، قولي لنا شنو شعورك في اليوم؟ شعوري يعني عيد الولا. شعوري انه يعني حتى واحنا في أزمة وحصار وشي لحين صاملين وواقفين. تحسين ما شاء الله قطر الحين أقوى من قبل؟ إيه الحمد لله وايد، بعد وإنها قامت تعتمد على نفسها من كل النواحي. الحمد لله. تعرف عليها from where؟ بيلاروس. بيلاروسيا. Oh nice color style. Yes. So tell me about this day. What is this? Is it special for you? Yeah, it's very special. I've been here for quite a long time and I'm proud to be here. I'm happy to be here. نتعرف عليك، الاسم؟ أم غرام. ولدك؟ حمد. أهلا حمد. حمد، شنو شعرك في هاليوم؟ زين. زين؟ قلنا أم غرام، شنو شعرك في هاليوم؟ طبعا شعور وحدة تعتز بديرتها ومن الصبح جاية. الساعة كم؟ من الساعة 8 ويدوب وصلت. على هالساعة 8 بعد يدوب. يعني هاي دليل حبكم على وطنكم؟ أكيد 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 أكيد. لولا الحب ما جينا، ما تعنينا وبناتي مشاركين بعد. ما شاء الله. هلا، شوفوك اشختهم. شو اساميكم؟ عبد الله. وانتي؟ نشاية. انتي الحلوة؟ مش عندي. جينان. جينان، ما شاء الله، ايش لابسين؟ حارس الاميري. حارس الاميري. ايش ناطرين عليهم؟ ما راح تشوفون اليوم؟ المسيرة. المسيرة وبعد؟ الشيخ تميم. انا شخصية مميزة، مأدي اغنية الشيلة. انت عارف اسم الكريم؟ محمد عبد الله الكدادي. وش اسم الشيلة اللي مسويها؟ تباهي على العليا وشوم على العذار. نزلتها في اليوتيوب ولا؟ نزلت في اليوتيوب. خلاص، بعد بحط لكم الشلة مالها في اليوتيوب وشوفوا الرابط تبعها. تميم المجد. تميم المجد. تميم المجد. نتعرف على اسم الكريم؟ معس عبد الله الهاجري. سعود عبد الله. سعود عبد الله. سعود، ايش لابس اليوم؟ ضابط. ضابط، خلاص. وليش جاي اليوم؟ عشان اسمع الشيخ تميم. الشيخ تميم، ان شاء الله. قل لنا اخ عبد الله، شنو شعورك في اليوم؟ والله شعوري زي شعور اي مواطن قطري، محتفلين ومستانسين والحمد لله رب العالمين. الله يديم نعمه الامن والامان. نتعرف على الاسم؟ يوسف ثامر. يوسف، شنو عني لك هاليوم الوطني اليوم؟ مستانس بس. حبيت الفرحه. اوكي ثانكس. روع المنظر، تخيلوا شي خيول ما شاء الله. يعني كيف النظام؟ غريب انه ولا هالهاد، يعني الحمد لله. فالاسم من وين؟ فيصل عبد الله. نعم، قل لنا اليوم شنو شعورك في اليوم الوطني؟ حماس وحلو اني قابلت الشيخ تميم بن حمد. وش رايك في العروض اللي صارت اليوم؟ حلوة. هلا 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 حياة. Happy National Day everybody. حياة، tell me about this day. How was? It was amazing. You know what the best thing was? Seeing Sheikh Tamim walk and greet everyone. Wow. Walla, 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 was so walla. Good. Qatar, you are beautiful. You'll be blessed even more and more, inshallah, inshallah. And you too, mashallah. Oh, you were so good. And you look lovely. يا هلا بأهل عمان، نورتونا. اسم الكريم؟ محمد الريامي. قل لنا عن شعورك اليوم في تواجدك في هاليوم في اليوم الوطني في قطر. والله شعور جميل صراحة. أنا كنت متواجد لعيد الوطن الماضي، بس اللي هو تاريخ 17. أيوة. واليوم جيت تاريخ 18، صراحة فرصة سعيدة، وشفت الشيخ تميم، أخذت معه صورة. كان الحمد لله، فكان شعور جميل. تبو تبو تبو. تعال تعال. شو اسمك؟ سلمان. سلمان. وانت؟ زهرة. وانت؟ حصة. وانت؟ سلوى. سلوى قاعدة. وانت الكتكوت؟ عبود. وفي بعد واحدة هني.
اسمك؟ لولا. نورة، شفت اليوم؟ شفت اليوم؟ شو اسمك من وين؟ ريحانة، أنا من باكستان. يا هلا والله. إذا شفت اليوم في العرض اليوم الوطني؟ شفت هل سميري وشو هاي فزعة والفزعة، وشفتوا بعد من السمو الأمير، شفت الشيخ تميم؟ نعم. شلون شعوركم؟ حلو. حلو، وانت بعد حلو. بالكريم، ومن وين؟ أنا محمد علم الدين من السودان، أختي ياسمين، جيت اليوم أشارك قطر على فرحتهم في عيدهم الوطني، واشكر الشيخ تميم وربنا يحفظ هالبلد، قدمت لنا الكثير صراحه، وهاي كان واجبنا نجي نشارك معاكم ان شاء الله. ربنا يحفظكم يا رب، وقطر في ازدهار وخير يا رب. How are you, where are you from? Yes, yes, you are fine. We are from India. Oh, nice. Okay. How was the show? It was very wonderful. It was very nice. It was I cannot express my words on thoughts. It's very nice. So you come with your family, yeah? Yeah, yeah. It's my family. Oh, nice to meet you. يلا hope you enjoy it. شو اسمك؟ فاطمة. فاطمة، اليوم شو شفتي؟ شيخ تميم. سلمت عليه؟ ايه. انزين، شو رايك في العروض العسكرية اللي صارت؟ عجيب. حلوة ولا تخرب؟ حلوة. حلوة. شو اسمك؟ هتمي، راشد الهتمي. والنعم، شاركت اليوم في العرض؟ لا. ايش سويت اليوم؟ صورنا الشيخ تميم، تمينا نطالع العرض. حبيت العروض؟ اي نعم. سلمت على الشيخ تميم؟ اي نعم. وانت شو اسمك؟ علي. علي، سويت اليوم؟ احنا شفنا الشيخ تميم وشفت الشيخ حمد، سلمنا عليهم. الشيخ بابا حمد، يلا احنا احلى صغار حلوين لابسين اليوم الوطني. شو اساميكم؟ غفران. حميان. لجين. لجين، اليوم ايش شفت اليوم؟ تميم. تميم المجد. تميم المجد، صورت معه؟ وشفتوا شنو ما صورته؟ المرة الجاية. انزين، شنو شفت العروض العسكرية؟ نعم. وشنو احلى شيء شفته؟ عسكري. العسكري، ما شفت الخيول؟ في واحدة كتكوتة اخذتها ما شاء الله. شو اسمك؟ فلوحة. قولي تميم المجد. قولي يلا تميم المجد. ما شاء الله ما شاء الله يخليها. فاسم الكريم من وين؟ احمد عبد الحق من سوريا. يا هلا والله. شو رايك في العرض اللي صار؟ والله عرض جدا جدا ما شاء الله، يعني جيد جيد وحلو، ابهرنا وكانت ساعات حماسيه جدا جدا رائعه. ورؤيه سمو الامير الشيخ تميم ما شاء الله، رؤيته وسلمنا عليه الحمد لله رب العالمين. سلمت عليه. سلمنا عليه. اي والله. يلا، اتمنى ان شاء الله انبسطتوا. سلموا عليه وكيفوا بعد. اتمنى ان شاء الله يا رب عجبتكم التغطيه. كانت معاكم ياسميان جولف من قطر. اهلك، شفتوا شو ما شاء الله؟